مع غياب القروض الشخصية الصغيرة، تحدثت عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروضها، هل معنى ذلك أن دور البنوك يقتصر على إيداع الأموال ودفع فوائد عليها؟ ألا تعتبر أنت القروض موردا ماليا لها؟ الحقيقة موارد المصرفية هي ليست بالضرورة أو كلية من سياسة إقراض. نعم. المصارف تحقق موارد من أبواب عديدة. الائتمانات، الإقراض ضمن الائتمانات، استثمارات أخرى في شركات، في أسهم، في مشاريع، في تمويل مشاريع. نعم. إلى آخره. هذه وفي خدمات المصرفية. موارد البنك لا تقتصر على مسألة الائتمان والقروض. نعم. هنالك أبواب عديدة لهذه الموارد. أكيد. وهذا معروف بالعالم كله، ولذلك يعني صحيح الائتمان يشكل جزء أهم من سياسة الاستثمارية للبنك، لكن هنالك العديد من أبواب الموارد التي يعمل بها المصرف الخاص. طيب عفوا يا سيد مظهر، يعني أنماط الحياة في عام 2009 وتغير الأساليب الاستهلاكية يحتم على أفراد المجتمع في بعض الأحيان طبعا اللجوء إلى الإقراض للحصول على السيولة المالية. كيف يمكن أن يبنى العراق مع انعدام ثقافة الاقتراض والاستثمار؟ إذا كان المقصود بالقروض الشخصية ككلمة شخصية، نعم. حقيقة هاي ذات طبيعة استهلاكية بحتة. المصارف لا تميل إلى منح هذا النوع لكثير من المخاطر الموجودة. ثانيا هي قروض استهلاكية وليست منتجة. أنا أعتقد أن أغلب المصارف تتجنب هذا النوع من الإقراض. حتى مؤخرا فهمت أن حتى مصرف الرافدين والرشيد من فترة توقفوا عن هذا النوع من الإقراض. هذا إقراض شبه ضائع ضمن الخسائر، لأنه التسديدات لا أقول مستحيلة ولكنها صعبة جدا، والتلكؤ هائل بها، والضمانات غير مستقرة. طيب يعني في العالم كله تمنح القروض للجميع، متى سينعم المواطن العراقي بحياة استهلاكية أفضل كما سميتها أنت، يعني عبر القروض التي يضطر إلى أخذها نتيجة تدني الرواتب؟ يا سيدي، العادة الاستهلاكية بالعراق صار لها عشرات السنين، ولا تزال موجودة وتتوسع، والسيولة لدى الناس كثيرة. أما مسألة دور المصارف بالإقراض لهذا الغرض، أنا لا أعتقد هذا إجراء سليم. هذا تبديد لأموال المصرف، وأيضا مضيعة وقت، وتعريض أموال المصرف إلى مخاطر كبيرة جدا. لذلك نحن نميل ونركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل المشاريع الكبيرة، تجارية، صناعية، إلى آخره. في نهاية المطاف هذا الأمر متروك لكل بنك أن يقرر السياسة الإقراضية. نعم. احنا مصرف الخليج لا نعمل وفق هذا السياق. طيب هناك موضوع آخر هو غياب القروض الشخصية وقروض السيارات وحتى قروض الرهن العقاري. ألا تعتقد أن ذلك يحد من قدرة الاقتصاد العراقي على النمو وانعدام الدورة الاقتصادية للمال بشكل طبيعي؟ لا، هذا ممارس الآن. عدد كبير من البنوك وفي طريق أن تفتح الإقراض لأغراض السيارات، وبشكل خاص السيارات الإنتاجية، وأيضا تقرض لأغراض عقارية، لأغراض دور السكن إلى آخره. هاي الأنشطة الآن بدأت فعالة، وإحنا لسنا ضد هذه الأنشطة، بالعكس إحنا عندنا توجه أن نوسع هذه الأنشطة لمساعدة عملية التنمية. وما أقصد به القروض الاستهلاكية الفردية اللي هي تستهلك وتختفي، هذا اللي أقصد به. نعم، نتمنى لكم التوفيق. السيد مظهر مصطفى، مدير مصرف الخليج التجاري، متحدثا من بغداد، شكرا جزيلا لك.